السلام عليكم إخوتي الكرام من قناة طبخات بتجنن. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نحضر المنسف أمامكم، وإن شاء الله تعجبكم طريقة التحضير. يلا مع بعض نروح نشوف المقادير. أول شي بلزمنا دجاجة، 4 كاسات رز، 10 حبات هيل، بيضة واحدة، بصلة واحدة، نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، ملعقة كبيرة ملح، 2 كيلو لبن، فنجان زيت قلي، مكعب واحد من الماجي، بقدونس للزينة، لوز للزينة. الآن خلينا نروح على طريقة التحضير. أول شي بلزمنا ملعقة زيت قلي، نقوم بسكبها بالطنجرة، ونقوم بإضافة البصل المقطع، يعني منقطع البصلة ونقوم بإضافتها بالطنجرة كما تشاهدون بالفيديو. الآن نتركها لمدة يعني ما يقارب دقيقتين حتى تحوص بالنار. بعدين منضيف الدجاج، نقوم بتنظيف الدجاج جيدا، ومن ثم نقوم بإضافتها بالطنجرة، ونقوم بإضافة الماء عليها، ونتركها على النار لمدة 45 دقيقة حتى يستوي الدجاج. الآن نقوم بإضافة الماء. الآن بعد إضافة الماء إخوتي الكرام ننتظر حتى يغلي الماء، يعني بعد 10 دقائق من إضافة الماء أوكي بدنا ندير الهيل. نضيف الهيل بعد 10 دقائق لما نشوف الماء بدأت يعني بالغليان، بدنا نضيف الهيل الحب. هاي بعد ما غليت المي شوفوا كيف بالفيديو. نقوم بإضافة الآن لما ينتهي ونخلص من الدجاج، لما يستوي الدجاج نقوم بإضافة الملح. الآن هيك بعد مرور 45 دقيقة أوكي أو 40 دقيقة الآن أضفنا الملح. الآن هي مدة الاستواء دائما 45 دقيقة، عرفتوا علي كيف؟ الآن بعد ما استوى الدجاج وقعد 45 دقيقة على النار، الآن تم إضافة الملح شوفي أختي الكريمة كيف عملية التحضير. الآن طفينا النار، سوف نقوم بإخراج الدجاج من الطنجرة. الآن منضيف 2 كيلو لبن داخل الخلاط، ونقوم بوضع بيضة داخله، ونضع كذلك نصف ملعقة صغيرة من الملح. أنا واضع قدامكم في ملعقة كبيرة يعني طرفها، لكن انت حطوه في نصف ملعقة صغيرة من الملح، مش شرط انكم تحطوا بالكبير، بتقدروا تحطوا بملعقة صغيرة. ونقوم الآن بتشغيل الخلاط. أختي الكريمة كمان بإمكانك إنك تخلط اللبن داخل الجاط، يعني ما في أي مشكلة، لكن بالخلاط أحسن وأسرع. الآن بعد ما خلطنا اللبن بالخلاط نقوم بتصفية اللبن. ونضع اللبن على نار متوسطة، ونضع اللبن على نار متوسطة حتى يغلي. الآن أختي بعد ما غلي اللبن نقوم بوضع نصف ملعقة من الهيل المطحون، ويتم إضافة مكعب من الماجي، مكعب واحد، ونستمر في التحريك
الآن نقوم بتحريك الهيل المطحون والماجي كما تشاهد أختي الكريمة. الآن نقوم بتصفية مرقة الدجاج، يعني بمقدار كاسين ونصف من مرقة الدجاج نقوم بإضافتها إلى اللبن، ونقوم بالتحريك المستمر حتى يغلي اللبن. الآن أختي الكريمة بدنا ننتقل على نقع الرز، الآن منشان نخلص إن شاء الله بسرعة، ما بدنا نطول بالفيديو. الآن نقوم بنقع 4 كاسات من الرز بمقدار 1.5 لتر إلى 2 لتر من المي الدافئة، ما بدنا إياها مي باردة. الآن بنتركها لمدة 15 دقيقة حتى يتم نقعها. بعد ما ننقعها نقوم بتصفية الرز، هاي بعد مرور 15 دقيقة نقوم الآن بتصفية الرز من الماء. شاهدي أختي الكريمة، بعد ما نقوم بتصفية الرز مثل ما أنت شايفة أختي الكريمة، نقوم الآن بإضافة ما يقارب فنجان من زيت القلي داخل الطنجرة، ونقوم بإضافة الرز بعد ما صفيناه داخل الطنجرة. شاهدي أختي الكريمة، نحن ما بدنا نضيع أي شيء من الرز، مثل ما حكينا بالمقادير أختي الكريمة بنضيف داخل الطنجرة، وأنت بتقدر تعمل أي كمية بدك إياها، مش ملتزمة إنك تسوي مثل ما بدي أختي الكريمة. الآن بعد أختي الكريمة ما تم إضافة الرز نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الملح. ونقوم بتحريكها جيدا. الآن نقوم بإضافة الماء، يعني من نقوم بإضافة الماء. الآن أختي الكريمة نحن بدنا المي توصل يعني لمستوى الرز، أعلى من مستوى الرز يعني بسنتي، عرفت علي كيف؟ نحن فقط بدنا نغمر الرز يعني مش أكثر. الآن شوفي كيف أختي، وين ما أنا حاطط إصبعي بدنا نوصل المي فقط، يعني بدنا نغمر الرز مش أكثر على مستوى الرز. الآن بنترك الرز لمدة 20 دقيقة حتى يستوي. شاهدي كيف أختي الكريمة، الآن نتركه لمدة 20 دقيقة. الآن نقوم بدهن الدجاج يعني بالزيت، ونقوم بوضعه بالنار حتى يتحمر الدجاج، ومن ثم نقوم بالانتقال إلى قلي اللوز. انت اختي حسب ما بدك، انت بدك لوز بدكيش لوز، هذا اشي انت مش مجبورة فيه اوكي، لكن هذا للتزيين مش اكثر. الان شاهدي اختي بعد ما انتهينا من قلي اللوز نقوم باخراجه. اختي قلي اللوز على نار هادئة دائما احسن ما يحترق معك، لانه حساس اللوز، يتم قليه على نار هادئة مش نار عالية، نار هادئة، ويتم إخراجه هيك إن شاء الله. أختي الكريمة بنكون يعني خلصنا من طريقة تحضير المنسف. شاهدي معي أختي الكريمة الآن كيف المنسف، هاي خلصنا هذا اللبن والرز، شوفي كيف قوام الرز 100%. الآن أختي نحن ما بدنا نخليه يعني بالطنجرة، إذا تركناه بالطنجرة هو حامي بعجن الرز، لازم يتم استخراجه مباشرة من الطنجرة أحسن ما يعجن.
يعني يبرد داخل الطنجرة ويعجن. الآن شوفي أختي كيف هذا الفيديو، وصحتين وألف عافية على قلوبكم، وأتمنى من الجميع الآن الاشتراك في القناة والضغط لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.